سعيد بمناسبة فوز المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا، لكن تحدثت عن بطل سعودي رائع في بداية الحلقة. يشرفني أن يكون معي الآن على الهاتف المدرب الوطني خالد العطوي. أهلا وسهلا بك كابتن خالد. يا مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. يسعدني ويشرفني أستاذ علي، أنا أمانة من المعجبين الله بجميع البرامج اللي قدمتها في فترات سابقة. الله يسلمك. أنا سجلني عندك معجب من اليوم إلى آخر مدى إن شاء الله. أول شيء رفعت روسنا، الله يرفع قدرك، أشكرك على هذا المنجز. يعني ماذا تعد الناس به في كأس العالم؟ إن شاء الله تكون موجود أيضا مع المنتخب ذاك الوقت. والله أول شيء نحمد الله سبحانه وتعالى وبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظ الله ورعاه، وبارك لولي العهد الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بارك القيادة الرياضية بمال المستشار، بارك لجميع الشعب السعودي. أنا سعيد جدا للأمانة إني كلفت فتشرفت إني أمثل المملكة العربية السعودية، والحمد لله رب العالمين. دائما نقول المملكة العربية السعودية يفترض أن نمثلها خير تمثيل، والحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نقول إن شاء الله بإذن الله في كأس العالم دائما نبحث عن الأفضل ونتطور من 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 مباراة إلى مباراة ومن مرحلة إلى مرحلة. نعم، وبإذن الله أن نكون يعني في الموعد بإذن الله. قدها يا خالد، شكرا لك. المدرب الوطني الكابتن خالد العطوي.